هي سورية الأصل. نجمة تمتلك خامة صوتية حلوة برشا، إضافة إلى صوتها إطلالتها وأيضا روعتها في أدائها على المسرح. هذه النجمة استطاعت أن تأخذ وتسحر الجمهور خاصة بسهرات رائعة جدا نسمعها مباشرة ليلى في سهر الليل. مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بالجميع. هذا صوت فايا يونان، هذه النجمة اللي إن شاء الله باش تنور مسرح قرطاج بطبيعة بحفلة إن شاء الله تكون ناجحة، إن شاء الله أيضا لأن يحضروا لها الحفلة هذه في الفترة الأخرى حتى ناخذوا أن تفاصيل بطبيعة عليها وعلى الحفلة هذه وتحضيراتهم بطبيعة. خاصة أنا حبيت نركز شوية ممكن على مجمل أغاني اللي قدمتها فايا يونان النجمة الليلة اللي معانا في سهر الليالي. فايا مساء النور، مرحبا بك. عسلامة. عسلامة مجيد، كيفك؟ الحمد لله، شنو أحوالك؟ والله منيحة ومشتاقة لتونس. يعيشك، الله يخليك يا رب. هاوش مازال غدوة يعني. اي والله. إن شاء الله أنتم تحضيرات توا حتى أنكم إن شاء الله تكونوا في سفرة إلى تونس الخضراء يوم الغد. تحضيرات كبيرة طبعا للمهرجان قرطاج، سهرة من العمر إن شاء الله باش تجمعهم مع فايا يونان. إن شاء الله. أنا ليك تونس، يعني بتخيل لأي حدا مجيد، لأي حدا بيشتغل بمجال الفن بيعرف أنه تونس هيك غير. تونس إلها مكان كبير بقلوبنا ودايما متحمس حماس جديد، يعني كأنه حنغني لأول مرة. كتير 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 كنا يعني هيك منتظرين هيدا اللقاء، وخاصة أنه مهرجان قرطاج العريق يعني. نعم، ومش الأول مرة تكون فايا على مسرح قرطاج الأثري. سبق أنك كنت موجودة في دورة سابقة، إضافة إلى هذي أنا عندك جمهور كبير زادة في تونس. مضبوط، شاركنا بمهرجان قرطاج من سنتين 2017. نعم. وهلأ يعني للمرة الثانية، بس السنة الماضية كمان التقينا بمهرجان حمامات وكان عنا قابس. هلأ هاي السنة سبيشل شوي لأنه عنا تور، يعني عنا 8 حفلات بتونس، فأنا كتير محمسة لأنه دايما هيك بيوصلني رسائل إنه ليش ما بتغني بجربة، ليش ما بتغني بسوسة. فهالمرة كتير سعيدة إنه يعني أغلب المهرجانات في إلنا فيهم مشاركة، ومثل ما قلت لك يعني تونس إلها مكان بالقلب لأنه بتخيل أي حدا بيغني قدام جمهور تونسي بيعرف إنه قد بيتفاعلوا وهيك. طبعا وحاسك محضرة مفاجآت هيك، أنا أحساسي يقول إنه فما مفاجأة محضرتها هيك في المهرجان. أحساسك بمحله. شنية هي المفاجأة هذه؟ خلينا هيك شوية شوية. لا ما فيني، خلص إذا قلت لك بتبطل مفاجآت. هي غنية لأحب أنه في مفاجآت. نعم، هذا هو حتى يتابعوها إن شاء الله الجمهور يكون بكثافة الناس اللي يسمعوا فينا ضمن فعاليات المهرجانات التونسية مع فايا يونان اللي باش تكوني مع المجموعة اللي باش تجو إن شاء الله غدوة. هلا هالسنة في ألبوم جديد، فأنا والفرقة كمان محمسين نغني الأغاني لأول مرة بتونس. جاي أكيد مع ريان الهبر، يعني قائد الفرقة واللي هو بيوزع طبعاً كل الشغل. تحياتنا لي، وأكيد تحياتنا كتير لإله، وأكيد حسام مدير الفنون، وحتى جاي معي الماما هالمرة لأنه بضل أحكي على حفلات تونس. الله يخليها. تسلم تسلم، كلك ذوق مجيد. كنت راح أقول لك بس أنه الفرقة كمان نصها من تونس، فالفرقة تونسية لبنانية إذا بدك، وتونسية لبنانية سورية. ممتاز، هاو مزيج حلو. مزيج ممتاز. باش تقدم إن شاء الله مجموعة من الأغاني غنياتك بطبيعة، مع أيضا كما عودتي الجمهور التونسي أنك تغني باللهجة التونسية. أكيد. أي شلون توا شوف توا توقيت عنا 11:23، 23:23 يعني 11:23، شنو هو هيك يجي على بالك توا هيك الدندن فايا يونان مباشرة؟ طيب بقول شيء من الألبوم الجديد. يا قاتلي ولهن أحييتني فيها، كل الأغاني سودا سودا إن لم تكن فيها، إن لم تكن فيها جراح حبك تذكار على جسدي، إن كان لي فيك خير
لا تداويها لا تداويها. هي على الخفيف بس. الله الله يا فاية، يعني انت تشوقي فيهم تو. هذه هي قاتلي اللي نزلتها يعني مؤخرا، ايضا كان رجع صدى جد طيب على الاغنية هذه، تنضاف الى مجموعة الاغاني اللي تأثث الخزينة الفنية الفاية يونان. مظبوط، هي كانت أول غنية نزلناها من الألبوم حكاية القلب. كتير كمان بتشبهني الغنية، هي كلمات مهدي منصور وألحاني وتوزيع ريان الحمدلله. أها ممتاز ممتاز وألحاني. أما أنا زاد اكتشفت حاجة في فاي يونان، أنك تغني كردي، صحيح ولا لا يا فاي؟ لا أنا بغني سرياني. سرياني. أي ما هو دايما أي بشارك، دايما بتشارك بالحفلات، بحب أخبر لأنه أنا يعني نحن من الجزيرة السورية، نعم فهي المنطقة بشمال شرق سوريا، يعني بيقولوا لها الجزيرة السورية، هي بين نهر دجلة ونهر الفرات. ف يعني شو بدي أقول لك، نحن بنحكي بالجزراوي وبنحكي سرياني، يعني السريان والآراميين والآشوريين هن يعني من أقدم حضارات سوريا وبلاد الشام. فدائما انا بحب هيك شارك شوي من لغتي، لانه نحن مثلا انا اسمي بالسرياني، فدائما بحب شارك شيء مع مع ذكرتينا الجمهور. والله، وفي ذكرت يعني بالمنطقة هذه شو الجزيرة، يعني الجزيرة الرائعة اللي فيها زادة برشا زادة أسماء، وتحية زادة لإبراهيم كيفو، أسماء زادة كبيرة زادة تحية جات. كبيرة لهم. وعلى فكرة في الألحان يعني في كتير، يعني الشعب الكردي كمان موجود بكثرة بهديك المناطق، ونحن هيك يعني كمان بنوجه لهم تحية. بس لأنك سألتني فأنا ما بعرف غني بالكردي، لأني ما بجيد اللغة يعني أها ولا مرة جربت وهيك، بس دائما بنغني بالسرياني، وأكيد حنغني بالسرياني بالجزراوي، يعني جزراوي بلهجة أيضا، أي الجزيرة هالمرة. جزراوي زادا اللي ملاقي زادا عندكم زادا الفنان الكبير الراحل كارات، جان قرات كارات وابنه زادا أيوة فادي، لكن طبعا الكبير يبقى فادي، كبير، أي جان كارات طبعا من الفنانين هي الكبار. يعني كتير كتير قدم للأغنية الجزراوية جان قرات، فأكيد هيك بنوجه لهم تحية للعيلة كلهم، وأكيد يعني مسيرتهم كاملة مع فادي. اها فادي طبعا قرات طبعا. اما جربتي انك تغني جزراوي؟ يعني انا تو حتى نشوف في مجمل الاغاني اللي قدمتيها، ممكن مره تفاجئيهم تعملي لهم ميني البوم جزراوي ولا لا؟ لا ممكن كتير، ليش لا؟ اي بالعكس أنا يعني هذا المشروع ببالي، حتى إنه نعمل أغاني سرياني يعني نيو ماتيريال، مش بس نجدد القديم، كمان ببالي. ف بتمنى بالمستقبل، وأكيد في هيك فكرة. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله كل يا حاجة الله تقدمها فاية تكون ناجحة ان شاء الله من الاعمال الفنية للفترة الجاية. ريهان زادة كبير على جولة المهرجانات في تونس، وبعد تونس وين باش تكون وجهة بعد تونس يا فاية؟ بعد تونس. بتجرد بعد تونس انا دغري طالعه على السويد، لانه في عرس بنت خالتي عم تتجوز. ف الله يهنيها. تسلم. تعرف نحن العيله يعني في الجزء الاكبر، القسم الاكبر هلا في بالسويد. السويد أي. بالسويد. ف ومن بعدها في حفلات كمان بالسويد، راح تجي الفرقه من لبنان ونعمل حفلات. لأول مرة راح نكون نغني بالسويد، يعني بالمدينة اللي أنا أصلا كبرت فيها بالسويد. أنت حتى إقامتك أنا كمان الرسمية في مزيج السويد. يعني، مظبوط، أنا بروح وبيجي كتير يعني بين السويد ولبنان وهيك. هلأ أغلب الوقت بلبنان، بس يعني أنا السويد عشت فيها من وقت ما كان عمري 11 سنة، فبتعرف أول مرة عم نغني فيها كمان في هيك حماس. أها جيد جيد، إن شاء الله موفقة ديما، إن شاء الله ديما ناجحة، لأنك تسلم تستاهلي يا وخطوات مجيد، ناجحة معاك أنت مع الفريق اللي معاك، الكل 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 يعطيهم تعيشك. الصحة ويعيشك زادة، وما شاء الله أنت زادة باللهجة التونسية متمكنة جدا، يعني هذا والله يعني هلا بس اجي، بس اوصل على المطار بتتحسن اللهجة تلقائيا، بصير بحكي مع هيك انه برشا سعيدة ومدري شو، ويلا وانا نحبكم زادة. اي يعني اي شوف
حلو، ان شاء الله مع المفاجأة ان شاء الله اللي باش تقدميها نكون ان شاء الله مع بعضنا، وان شاء الله اثير إن اذاعة شاء الله. تطاوين يجمعنا ان شاء الله قريبا باذن الله. فهي بتمنى والله بتمنى. فعلا تشرفينا وتنورينا ومرحبا بك. شكرا لك كثير مجيد، وشكرا على اللقاء اللطيف، وأنا كمان بتمنى لك يعني كل التوفيق، ونضل هيك نسمعك وموفق كثير. الله يخليكي، شكرا فايا، نورتيني الليلة، عايشك وسفرة طيبة شكرا شكرا وميمونة، مجيد. شكرا فايا.